بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. معكم عبد الله السكري. النهاردة أول دروس لينا في الإكسبلويتس. طيب النهاردة عبارة عن إيه؟ النهاردة عبارة عن إنترودكشن. في الدروس اللي فاتت كنا بنتكلم عن الأكزيلاريز، إزاي أكتب أكزيلاري خاص بالجزر إنفورميشن، خاص بالدوس أو كراولر أو بارسر او بريوتر، كل ده اتكلمنا عليه. لكن النهارده هنتكلم عن اكسبلويتس، ويعني ايه اكسبلويتس؟ ده موضوعنا النهارده. انا عاوز اتكلم النهارده كانترودكشن عشان تقدر تفهم بعد كده الدروس اللي جايه. النهارده يعتبر درس مهم جدا 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 للناس، وهيصحح مفاهيم كتير الناس فهمها غلط. في الاول لازم اديك قصه بسيطه كده عشان تفهم الموضوع بتاعنا. لو قلت ان في عندنا في مصر مثال قديم، المثال ده بيقول ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتحاسبوا. طب يعني ايه المثال ده؟ كان في اتنين حراميه اتفقوا ان هم يسرقوا مكان معين، والمكان ده كان مشهور انه قوي يعني حصين والحراسه عليه شديده. ف اتفقوا ان هم يسرقوه، جابوا الخريطه بتاع المكان وظبطوا الدنيا ماشية ازاي، وبدأوا كده يدخلوا المكان ويسرقوا. بعد ما طلعوا من المكان طبعا محدش شافهم لأنهم خططوا كويس، بدأوا يتخانقوا على المسروقات. كل واحد حبوا يقسموا المسروقات، حصل عليه خلاف، بدأوا يتخانقوا. قال له لا أنا عاوز نصيبي وأنت عاوز نصيبك، بدأوا يتخانقوا، فالناس عرفت إن هم اللي سرقوا المكان ده. فمن هنا طلع المثال ما شافوهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بيتحاسبوا. طب انت بتقول المثال ده ليه؟ بكل بساطة عشان افتح الضوء على الناس اللي شغالة دلوقتي كسكريبت كيدز، اطفال شبكة. بتلاقي حاجات موجودة على الانترنت، شروحات. انا ممكن ما اقولش عليها شروحات، انا ممكن اقول عليها تضليلات، لانها بتضلل الناس اللي عاوز تتعلم صح. يقول لك اختراق ويندوز بدون ارسال شيء للضحيه، اختراق موقع بدون رفع شيء، اختراق مش عارف ايه، اختراق مش عارف ايه، وفي الاخر بتلاقي كلمه بدون، يعني مفيش اتصال. فيقول لك، فتلاقي الواحد يقول لك خلاص من غير ما اتصل بالضحيه انا بعمل عليه هاكينج، او بعمل عليه ريموت اكسس، او بتصل بيه. تمام؟ فطبعا مفيش شيء منطقي ان انا اتحكم في حاجه من غير ما اتصل بيها، ده معروف كده. طيب برضه لسه ما وصلتش لغرضك من موضوع المثال ده. انت ممكن تدخل على موقع الكتروني، تمام، وتعمل عليه هاكينج، او تعمل عليه مثلا كنترول، فول كنترول، سواء على السيرفر او على الموقع، تمام، ومحدش شافك ومحدش قادر يعمل لك تراكشن او ايه يتتبعك. لكن عن طريق انك عملت لنفسك حساب على الزون اتش، طبعا معروف الزون اتش ده موقع بيعمل عملية تسجيل الاختراق، تمام، وعملت بقى عملت تنشر بقى على الفيسبوك بقى انا اللي اخترقت الموقع ده ومش عارف ايه، حتى لو انت عامل حساب مستعار، ده ممكن يكون خيط ان هو ايه يوصل الناس دول ليك. برضو مش فاهمين، يعني محدش شافك وانت بتعمل اكسس على الموقع، لكن ممكن يوصلوا لك عن طريق البابلش. انت عملت بابلش وروجت ان انت اللي عملت هاكينج، ممكن يكون بحساب وهمي، بس ممكن الحساب ده يوصلهم ليك. طيب يعني برضو ايه اللي بيحاول يستخدم الهاكينج، سواء البلاك هاكر، يعني ان هم الناس التخريبيين ومعظمهم بيبقوا سكريبت كيدز، اطفال شبكه، تمام، فبيبداوا ان هم ايه يحبوا الشهره قوي، فيخش على الحاجه يدمرها ويبدا ان هو يعمل بابليش وينشر انجازاته. ده من وجهه نظره، تمام. فانا ما يهمنيش بعد الدوره دي الناس هتستخدم الدروس دي تعمل بها ايه. والله انا بحب اشرح الكلام ده بشكل علمي وسبيسيفيك، بشكل متخصص، واللي عاوز ياخد الكلام ده يفيده اهلا وسهلا، عاوز يستخدمه يضره اهلا وسهلا، تمام، ولا تلومن الا ايه نفسك في النهايه. المهم نتكلم عن موضوع الاكسبلويتس ده الاول. يعني ايه اكسبلويت؟ اكسبلويت باللغه العربيه يعني استغلال، يعني مش ثغره. يعني لما واحد يقول لك اكسبلويتس دي ثغره، لا دي مش ثغره، ده استغلال.
في فرق ما بين كلمة استغلال وكلمة ثغرة. نديك مثال تاني عشان تفهم معنى كلمة استغلال. وليكن انت دلوقتي جبت صندوق مش عارف تفتحه خالص، كل لما تيجي كل شوية عاوز تفتح الصندوق ده خشب مش عارف تفتحه، فجبت شاكوش ومسمار وقلت ان انا هخبط افتح فتحة في الايه في الصندوق ده. هل دلوقتي ايه اللي اسميه ثغرة في الاتنين اللي هقولهم لك دلوقتي؟ اني لقيت حتة ضعيفة في الصندوق، تمام، فقلت ان انا احط عليها المسمار وادقه فوق الحتة الضعيفة دي عشان افتحها، تمام. في الحالة دي المسمار والشاكوش دي ادوات الاستغلال، والجزء الضعيف اللي في الصندوق اللي انا هدقه فوقه عشان افتحه ده هو الضعف، الفارنابيليتي او الثغرة. اذا كلمة فارنابيليتي دي عبارة عن ثغرة او ضعف، اما كلمة اكسبلويت هو عبارة عن استغلال. وهناك فرق شاسع ما بين كلمة استغلال وبين كلمة ثغرة. طيب ادي مثال بسيط جدا يفهمك الدنيا ماشية ازاي. طب وبعدين لو قلنا ان كل اللي موجود على مشروع الميتاسبلويت ده كلمة ثغرات، انا كنت بطوع الناس وبقول ماشي ثغرة، تمام، بحيث ان الناس تفهم، لكن دلوقتي احنا خلاص بقينا بنتكلم بشكل سبيسيفيك وعلمي. فلما اقول ان كل اللي موجود على الميتاسبلويت ده ثغرات، يبقى المفروض بقى معلش ان انا لما اجي استغلهم لابد ان هم كل الثغرات الموجوده على الميتاسبلويت دي ان هي تشتغل، مش انا قلت عليها ثغرات؟ وكلمه ثغره اذا ده ضعف موجود وظاهر وشغال، فاعتقد ان انا اقدر استغله، تمام. لكن هو استغلال بدليل ان معظم الاستغلالات اللي موجوده على الميتاسبلويت دلوقتي، تمام، ما بتقدرش تستغلها لانها اول ما بتنزل بتتقفل على طول، بيتقفل الفرنابيليتي، فالاستغلال مبقاش له اي لازمه، الضعف بيتقفل فالاستغلال مبقاش له اي لازمه. زي ما كده لما تيجي على الحته الضعيفه بتاعت الصندوق ده وتبدا ان انت تدق فوقها حته خشبه بحيث ان انت تقوي المكان، تمام، فتيجي بعد كده تيجي تدق خلاص المكان بقى قوي انت دعمته، تمام، هي هيها، تمام، معاك نفس الاستغلال بس مش عارف تفتح الصندوق لان انت قويت المكان الضعيف اللي كنت هتدق عليه، تمام. ده مثال بسيط جدا وبالعاميه وبشرح لك الجزئيه اللي المفروض لازم تفهمها، الفرق ما بين الاستغلال وما بين الضعف او الاكسبلويتس. طبعا احنا عارفين ان كلمه ضعف يعني فرنابيتز، واكسبلويتس يعني استغلال، عشان بس ما نتلخبطش واحنا بنشرح، عشان ما حدش يتلخبط معايا. فرنابيليتي عباره عن ضعف ودي اللي اقدر اقول عليها ثغره، اما اكسبلويتس عباره عن استغلال ودي طرق انا بستخدمها عشان استغل الفرنابيليتي او الضعف ده، تمام. تمام، طيب وبعدين عاوز اقول ايه تاني؟ عشان استغل يبقى اكيد انا معايا ادوات عشان استغل بيه، وعشان ابقى محترف قوي لازم اكون عارف الادوات دي بتشتغل ازاي، تمام. انا بعرف الادوات دي بتشتغل ازاي، يبقى عندك معظم الادوات اللي موجوده عندك في الكالي لينوكس والباك بوكس والباك تراك، طبعا مش قصدي على الباك تراك، انا قصدي على الباج تراك، ما فرق، تمام. كل الانظمه دي عليها نفس الادوات، مع الفرق بقى كل واحد بيبقى فيه ادوات زياده عن التاني. والله انا بستخدم معظمهم يعني مثلا، وعارف الادوات دي بتشتغل ازاي، تمام، لكن مش كل الادوات هتديك نفس الخبره او مش هتديك نفس الاحتماليه انك تستخدم الادوات دي على اكسبلويت او استغلال معين، يعني مش هتقدر تطوعها انك توصل لاستغلال معين. طب وبعدين؟ يبقى انت لازم تتعلم لغات برمجه زي مين؟ الاشهر والاسهل بايثون، وبعد كده تطلع شويه نفس الشغل روبي وبيرل. عشان كده بحاول ادعم المجال العربي في الوضع ده في الثلاث لغات دول قبل ما ادخل لحاجات متقدمه بعد كده في الريفرس ريفرس انجينيرنج والكريبتوغرافي. فدلوقتي الحمد لله بقينا كويسين جدا في روبي، وعملنا قبل كده دوره عن البايثون ايه سكيورتي ونقدر نتعامل مع البايثون، وان شاء الله هيبقى في دورات عن البيرل قريب. طيب انا دلوقتي بعرف اكتب استغلالات بالروبي، تمام، وبما ان الروبي اقدر اكتب بها استغلال اقدر اضيف الاستغلال ده للميتا اسبلويت، ومن هنا يطلع موضوعنا كله. نخش بقى في الجزء المفيد، اعتقد الجزء اللي فات ده كله فهمك الدنيا ماشيه ازاي. نخش بقى في الجزء المفيد.
دلوقتي يعني ايه استغلال او اكسبلويت؟ قلنا لازم نعرف الانواع بقى. بص، اي حاجه اساسيه واي حاجه فرعيه ليها فارنابيلتي، لها ضعف. طب ايه الاساسي؟ هي انظمه التشغيل. وايه الفرعي؟ هي الابليكيشنز الموجوده على انظمه التشغيل. بمعنى لو عندنا نظام تشغيل زي ويندوز او ماك، او مثلا عندنا ويندوز، عندنا ماك، تمام، اللي هو الباكنتوش يعني، عندنا اللينوكس، تمام، عندك الاندرويد، انظمه كتير يعني، مش لازم اي نظام عليه ابلكيشنز، تمام. والابلكيشنز دي بتستخدم قواعد بيانات، بتستخدم سيرفيسز، خدمات، تمام. كل ده زي ما انت شايفه عباره عن برمجيات. يعني السيستم ده عباره عن ايه؟ برمجيه. الابلكيشن ده عباره عن ايه؟ برمجيه، يعني من الاخر برنامج. يعني الشبكات او السيرفيسز دي عباره عن برنامج برضه، سكريبت بيدير السيرفيس، بيعمل لها عمليه اداره، بيشغلها بمعنى صح، تمام. طيب عاوز تقول لنا ايه؟ ان انت لو دخلت على الميت اكسبلويت او مجلد الميت اكسبلويت، دخلت على المجلد الخاص بالاكسبلويتس، هتلاقي نفسك دخلت في متجلدات كتير قوي، دخلت في متاهه. فعشان تقسمهم بكل بساطه، هتاخد الاول الاساسي، هل الثغره دي متخصصه او الاستغلال، عشان نتكلم صح، الاستغلال ده متخصص يستغل فارنابيلتي او ضعف، تمام، موجود في السيستم ذات نفسه، في برمجيه جوه السيستم ذات نفسه، او خاص بابلكيشن موجود على السيستم زي بافر اوفر فلو مثلا، تمام، او خاص بسيرفيس موجوده على السيستم مثلا، تمام. فهنا هتبدا تطلع حاجه جديده وهي قواعد البيانات، في استغلالات خاصه بضعف في الايه، قواعد البيانات او السيرفرات الخاصه بقواعد البيانات. طيب يبقى دلوقتي هنقسمهم ثلاث حاجات. ايه هي؟ سيستم رئيسي عليه ابلكيشنز وسيرفيسز، تمام. الابلكيشنز دي ممكن تستخدم قواعد بيانات او تستخدم سيرفيسز. لو بتستخدم قواعد بيانات او بتستخدم سيرفيس، ممكن نلاقي ضعف في قاعده البيانات او في السيرفيسز او في الابلكيشن او في مين، في السيستم. فلما تيجي تدخل بقى انت كده على المجلد، طبعا هندخل عليه الدرس الجاي، وتفتحه تلاقي فيه الاتي، تلاقي فيه ويندوز، لينوكس، ماك، اندرويد، تفتح ويندوز تلاقي فايرفوكس، تلاقي كروم، جوجل كروم، تلاقي مثلا عندك ماي اس كيو ال، تلاقي عندك مثلا سيكوال سيرفر، بتلاقي اس ام تي بي، الاف تي بي، كل حاجه بتلاقي، زي ما كل اللي انت هتلاقيه ثغرات خاصه او استغلالات خاصه باستغلال ثغرات موجوده على انظمه، تمام، او ابلكيشنز موجوده عليها، او سيرفيسز بتستخدمها الابلكيشنز دي، او قواعد بتستخدمها الابلكيشنز دي، تمام. يبقى بكل بساطه العمليه بتتدرج اهي، اعيدها تاني عشان الناس تبقى مركزه معايا. اول حاجه خالص، عندي سيستم رئيسي ممكن يكون فيه ذات نفسه ضعف، اعمل عليه جين اكسس، او ابلكيشن موجود عليه سبب في اختراقه. الابلكيشن ده ممكن يكون فيه خطا برمجي فيه هو ذات نفسه، بيمكنني مثلا وليكن ثغرات البفر اوفر فلو اللي هي ثغرات الميموري كوربشن، او الابلكيشن سليم جدا بس في مشكله في السيرفيس، السيرفيس الخدمات السكريبت بيعمل مانج الخدمه في حاجه، فاقدر اعمل عمليه هاكينج على السيرفيس، او السكيورتي بتاعته مش قلقه مش قويه، اقدر اعمل مانج على السيرفيس، او قاعده البيانات اللي بيتحكم فيها البرنامج فيها حاجه، فاقدر برضو ان انا اعمل عليها جين اكسس. وبرضو اكيد في سكريبت بيعمل مانج قاعده البيانات، وقاعده عباره كلها عن اخطاء برمجيه احنا بنحاول نلاقي فيها ضعف عشان نقدر نبني له استغلال عن طريق لغه برمجه. طيب نبدا بقى نكتب شويه حاجه على برنامج الرسام لاني فتحته كده، تمام، واديك حاجه بسيطه كده عشان تبقى فاهم معايا هنعمل ايه الدرس الجاي. اولا مش هتكلم على حاجه اسمها بفر اوفر فول، تمام، مش هتكلم عليه خالص. يعني البفر اوفر فولو مش هتكلم عليها خالص، اللي هو الباف. ليه مش تتكلم عن البفر
اوفر فلو، لان انا محضرها وسايبها وهضمها لدوره في مستقبلا اللي هي الريفرس انجينيرنج او الكريبتوغرافي، هبقى اشرحها مع دي او دي، فسيبها دلوقتي لان مولها طويل ومحتاجه دوره كامله لوحدها. يبقى انت دلوقتي مش هتتكلم على الضعف الموجود جوه الابلكيشن ذات نفسه، وده بيسموه اكسبلويت ديفلوبمنت او ويندوز اكسبلويت ديفلوبمنت، تمام، او اكسبلويتيشن ديفلوبمنت. سيبك منه دلوقتي عشان ما ناخدش موال طويل، وانا ايه هبقى افكر لك في الموضوع ده كويس جدا في دورات التانية، لان هحتاج اشرح شويه في الهكس ديسيمال وغيره، فمش عاوزين نطول في دورتنا دي، خلينا الاول نطلع بمضمون قوي. يبقى انت تشرح ايه؟ هشرح مشكله في السيرفيس، مشكله في السيستم ذات نفسه، تمام، هشرح مكتبات جديده جدا تمكنك انك تعمل حاجه على سيرفيس معينه او ابلكيشن معين على السيستم، بمعنى ان انت دلوقتي عندك الابلكيشن ده تمام في مشكله فيه بس ما لهاش علاقه بالبفر اوفر فلو، تمام، وفي نفس الوقت لازم تركز برضو في حاجتين اتنين. الحاجه الاولانيه اللي هتكون قوي جدا في الدروس الاساسيات وتراجع على الدروس، الحاجه الثانيه انك تحاول تدور على مكتبات توظف لك الاستغلال اللي انت عاوزه، يعني مكتبات خاصه بقواعد البيانات، مكتبات خاصه ب اتش تي بي، اتش تي بي اس سيرفيسز، تمام. فدلوقتي انا مش هتكلم على البفر اوفر فلو خالص دلوقتي في موضوعنا في الميتا سبلايت، لان انا قلت كلمه ميت سبلايت ديفلوبمنت ويز روبي، يعني ملناش علاقه خالص بموضوع الايه البفر اوفر فلو دلوقتي. طيب هديك مثال بسيط بس عشان ايه في كرسم كده، عشان اقول لك العمليه بتتم ازاي برضو عشان الدرس الجاي نبدا نتكلم في اول مكتبه هنشرحها. بص يا سيدي، بسم الله، ازاي عمليه الاستغلال بتتم؟ اول حاجه خالص، وليكن انا عندي النظام ده ويندوز، تمام، ده نظام ويندوز، لقيت فيه فارنابيلتي مثلا او لقيت فيه ضعف، تمام، فكتبت استغلال سكريبت مثلا، السكريبت ده شبكات مثلا، السكريبت ده خاص بالشبكه، تمام، هيعمل لي عمليه استغلال على الفارنابيلتي ده. في ميت سبلويت بيمر بمرحلتين، المرحله الاولى انه بيبدا يعمل في عندي بيلود، في عندي باي لود، تمام، البيلود ده وظيفته بيعمل ايه؟ هو وظيفته انه لو السيستم شغله اقدر اعمل جين اكسس على السيستم. طبعا عندنا افضل بيلودز اللي هو ميتر بريتر شيل على مين؟ على ميت سبلويت. طب هو عشان البيلود ده اقدر اوصله جوه السيستم واشغله، تمام، هو ما يعني ما فرحتي ما في جيوش كتير جدا عندها دبابات وطيارات، تمام، بس عمرها ما تقدر تحقق الانتصار الا لما تلاقي ضعف عند العدو اللي قدامها، تمام، يعني مثلا واحد معاه قنبله وعاوز ان هو يفجرها في دبابه مثلا معاديه جايه عليه، تمام، مش معقوله هيحطها هيضغط على الزرار او يضغط على مفجر والقنبله في ايده ما هيفجر في نفسه كده، لا هو بيحطها الاول، بيحط القنبله فين؟ في المكان اللي هو عاوز يفجرها، وبعد بعيد ويضغط على المفجر يفجر ايه؟ المكان اللي هو عاوز يفجره، تمام. فالبلود ده وظيفته يعمل ايه؟ لازم احطه في المكان الصح عشان استغل المكان اللي هحطه فيه، وعمري في حياتي ما احطه الا لما يكون عندي مكان ضعيف اقدر ادخل منه للنظام، وهو مين؟ وهو الفارنابيليتي، تمام، هو الفارنابيليتي. يبقى انا عندي الفارنابيليتي او الضعف بيمكنني ان اقدر ادخل على السيستم بيلود، السيستم يبدا يشغله لي. لما السيستم يشغل البلود يبدا يحصل اتصال عكسي، ريفرس كونكشن، على حسب نوع البلود اللي انا مستخدمه، اصل في بند وفي ريفرس، ومعظم البلودز اللي بنستخدمها دلوقتي ريفرس كونكشن. فتلاقي في اي اكسبلويت انت بتستخدمها استغلال، يبدا الاول الاستغلال يفتح الضعف، يقول له خلاص انا فتحت الضعف دلوقتي واتصلت بمين؟ واتصلت ب
الضحية وياخد معاه البيلود يبدأ ينهولي جوه السيستم ويخلي السيستم يشغله. في نفس الوقت بيبدأ الميت سبريت تكون عاملة ايه، حالة تأهب مستنية الاتصال. لما السيستم يشغل البيلود يبدأ بقى الاتصال العكسي يوصلنا لعملية الهاك. طيب هشرح حالك تاني عشان برضو تبقى العملية معاك زي الفل. ليكن ده برضو نظام ويندوز، تمام. انا لقيت ضعف مثلا موجود على موقع الكتروني موجود على السيرفر ده، ولكن ده سيرفر ويندوز مثلا او ويندوز سيرفر، ولقيت في موقع الكتروني فيه مشكلة فحابب ان انا ارفع عليه شيل، تمام، او ارفع عليه بيلود مثلا. فالطرق التقليدية الناس بتعمل جنريت للبيلود وبتبدأ تضغط على براوز وابلود ومش عارف ده الكلام ده لو انا هرفع الشيل. لكن دلوقتي لو لقيت فارنابيلتي فيه تمكنني ان ارفع الشيل اول حاجة، فبتلاقي مثلا تخش على الاكسبلويت دي بي فتلاقي ملف مكتوب من ميتاسبلويت، تمام، وبتضغط تقول ايه سيت بيلود، بتحط البيلود معاه ومش عارف ايه وتحدد البيلود، تمام. المهم الملف ده وظيفته يعمل ايه؟ هو اللي يمكنك انك ترفع السكريبت ده على الموقع. يعني انت ما بترفعوش يدوي، ده هو بيعمل جنريت للبيلود الاول وبعد كده هو اللي يرفعه. فاول حاجه السكريبت بيعمل ايه؟ بيبدا ده طبعا السكريبت ده هو الاستغلال، فبيبدا يتصل بالموقع بعد كده يقوم رافع عليه ايه البيلود، بعد كده يبعت ريكويست للشيل او البيلود عشان يبدا البيلود يبدا يعمل اتصال عكسي. في نفس الوقت بيكون انت عامل هاندلر مستني اي اتصال، فلما اتصال يجي على نفس البورت اللي انت متصنت عليه يبدا عمليه الاستغلال تتم وبتبدا تتصل بيه الايه بالسيستم بتاعك او الموقع اللي انت عملت عليه، لكن طبعا بتتصل بالسيرفر، تمام. فالعمليه كلها بتتم بالحاجتين دول، اتصال سكريبت بيدخل لي البيلود. السكريبت ده وظيفته ايه؟ انه يبدا يستخدم الضعف ده عشان يحقن لي البيلود في السيستم او يشغل لي يخلي السيستم يشغل البيلود، وبعد كده يبدا يحصل عمليه ايه اتصال بين البيلود ده بيا، تمام، او ان انا اعمل بند عليه حسب بقى نوع البيلود اللي انا مستخدمه. في فرق ما بين بيلود بند او في ريفرس كونكشن، تمام، وفي ريفرس سي بي وفي ريفرس يو دي بي، في عندك حاجات كتير جدا، تمام. فده اللي انا بتكلم عليه عشان ما اطولش عليك. داخل ملخص سريع كده، اول حاجه اتكلمت على سكريبت كيدز والناس اللي هي بتبدا تخترق وتنشر او تبدا تطلع انجازاتها، ده ممكن يكون هو السبب الرئيسي اصلا في ان هم يتقفشوا اساسا، تمام. اتكلمنا على رقم 2 ان انت لازم تكون دارس روبي كويس عشان تكمل معانا الكورس. اتكلمنا برضو على فرق ما بين اكسبلويت وفرنابيلتيز، فرق ما بين استغلال والضعف. اتكلمنا برضو ان احنا مش هنتكلم على البفر اوفر فولو برضو في كورستنا في كورسنا ده او في دورتنا دي، زي ما قلت لكم هيبقى لها كورس لوحدها عشان هتاخد وقت طويل جدا لو اشتغلنا عليها، احتمال تاخد لها كورس لوحدها، فمش عاوزين كده، عاوزين نفصلها شويه. هنتكلم على المضمون الرئيسي، تمام، من موضوع الاكسبلويتس، وهنتكلم على المكتبات. هنركز قوي على موضوع الويب ابلكيشن، ازاي تعمل جين اكسس على ويب ابلكيشن او على سيرفر خاص بويب ابلكيشن. هنستخدم معظم المكتبات اللي هي خاصه بالاكسبلويتيشن او عمليه الاستغلال اللي ممكن نقدر نستخدمها في سواء شبكات او غيره، تمام. واتكلمنا برضو على مراحل الايه الاستغلال. المرحله الاولى ان انا بستخدم السكريبت عشان استغل الضعف ده واحقن البيلود، مجرد ما السيستم يشغل البيلود يبدا البيلود يتصل بيه او انا اتصل بيه حسب بند او ريفرس كونكشن. وده كان درسنا النهارده، واتمنى يكون المناقشه دي عجبتكم. ده يعتبر انتروداكشن في اكسبلويتس. الناس تركز في كلامي كويس وما تشوفش الدرس اللي جاي غير ما تشوف الدرس ده. وكان معاكم عبد الله السكري، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. اي استفسار ممكن تكتب تحت في كومنت على اليوتيوب او تكلمني على الفيسبوك او تويتر او غيره، وانا تحت امرك. وشكرا لكم.